الإتيكيت الإسلامي في الأكل. لو معانا حد في البيت فبننادي على كل الموجودين ياكلوا معانا. الصحابة راحوا للرسول وقالوا له: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفتري. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وما بنقعدش نقلب في الأكل، وما ينفعش بعد ما ناخده نرجعه الطبق مرة تانية. لو هناكل بإيدينا فبنمسك الأكل بثلاث صوابع بس مش بالخمس صوابع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. ولو بناكل من طبق مشترك أو طبق محطوط للكل وبناخد منه، فبناخد من ناحيتنا مش بناخد من النص ولا من قدام حد. قال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافيته ولا تأكلوا من وسطه. أما لو الطبق بعيد فبنخلي حد يناولهن، ناخد اللي احنا عايزينه منه ندهوله يرجعه مكانه مرة تانية. بناكل بالإيد اليمين، وحتى لو المعلقة والشوكة محطوطين على الشمال فبناخدهم ونستخدمهم بإيدينا اليمين وناكل باليمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. أما لو الأكل سخن فمش بننفخ فيه، بنقلبه أو نسيبه يبرد لوحده، وده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من التنفس في الإناء. ولو الأكل ما عجبناش فما بنعملش أي تصرف وما بنقولش أي كلمة تأذي اللي عمل الأكل، وبلاش التعليقات السلبية اللي شبه كان ناقصه حبة ملح أو أصلا مش باكل الأكل ده. بيروى عن الرسول أنه ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإذا كرهه تركه. وبناكل على قد طاقتنا. قال رسول الله: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بنعمل أكل على قدنا وعلى قدر احتياجنا عشان ما نعملش اسراف في الطعام. الله عز وجل بيقول: وكلوا واشربوا ولا مش تسرفوا. بنفتح بقنا واحنا بنمضغ ولا بنتجشأ قدام الناس، والكلام بيبقى بعد ما بنبلع الاكل وبقنا بيبقى فاضي، وبناكل واحنا قاعدين مش واحنا واقفين. قال صلى الله عليه وسلم: اما انا فلا اكل متكئا. متكئة دي يعني سند على حاجة او نايم مثلا. واخيرا ما ننساش نسمي الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبعد الاكل بنقول: الحمد لله الذي اطعمني هذا وسقاني من غير حول مني ولا قوة.